ما شاء الله مسيرة يعني متنوعة بين الرياضة وبين الطب وبين الحياة العامة، يعني تستحق عليها التحية يا دكتور. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم. طبعا الحمد لله، الواحد بيحاول دايما يجتهد في بعض المجالات، بيحاول تبقى مجالات شوية مختلفة. ما بحبش اقعد، ما بحبش افضل في مكان واحد، هي دي بحب طاقة اطلع. الشباب. لكن قول لي ربنا بقى في يخليك. البداية علاقتك بالأهلي بدأت إزاي؟ عضو من علاقتي إمتى؟ عضو من احنا عشان احنا من مدينة نصر، اه فابتدت شوية من اول ما فرع مدينة نصر انشئ. اه بابا طبعا اشترك لنا في النادي. انا مواليد 91، فانشي وانت عندك سنتين. انشئ وانا عندي سنتين اه بالظبط. يعني انت مظبوط. يعني انا ابتديت بقى يعني اروح النادي كتير من بقى 96 97 كده. اها كان دايما انا كنت عايش في الكويت، اه فكنا بنيجي هنا اجازة الصيف، كانت 3 شهور عبارة عن ان انا ببقى جوه النادي في ملاعب الكورة. طبعا لازم اروح اقضي اليوم هناك، بلعب كورة، بتعرف على الناس هناك والشباب بقى اللي زيي وكده، اه لحد طبعا ما خلاص دخلت الجامعة ابتدت بقى الموضوع شوية بس يقل بقى عشان الطب وكده. ف بس ابتدت من وانا طبعا صغير قوي، لان والدي كمان اهلاوي جدا يعني، اه فمن وانا صغير حببني يعني في النادي. في فرجة الماتشات طبعا على الاهلي وكده. هجيلك في الماتشات طبعا. انت لعبت كرة في السلمية الكويتي؟ انا لعبت كوره في فرق الناشئين في السلميه الكويتي، اها بس وصلت عشان ما لأي مستوى فيهم؟ لا كانت فرق الناشئين، ناشئين. الناشئين بس. وقفت شويه لما دخلت ثانويه عامه، ما عرفتش اوفق يعني. وبعدين خلاص انا جيت على الجامعه هنا في مصر يعني.